السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة التعليم المفتوح، يسعدني أن ألتقي بكم في هذه المحاضرات الأونلاين. حافظ الله مصر وشعب مصر من كل سوء، ونتمنى أن تمر هذه الفترة على خير علينا جميعا. هنشتغل مع بعض مادة تطبيقات الحاسب في مجال الأعمال واحد. معاكم الدكتور محمد السيد. المادة بتاعتنا هنحاول نشتغلها من خلال مجموعة من الأسئلة بالإجابات بتاعتها، وبإذن الله تكون مادة سهلة وبسيطة، وتحصلوا جميعا على تقديرات عالية في هذه المادة. نبدأ مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: عرف برنامج الوورد مبينا استخداماته وما هي أهم مميزاته. طبعا احنا كلنا عارفين ان الأوفيس أهم برنامجين يمكن بنشتغل فيهم، أو أهم ثلاث برامج: الوورد والباوربوينت والاكسل. احنا هناخد مع بعض في تطبيقات الحاسب في مجال الاعمال واحد الوورد والباوربوينت، والاكسل ده بتاخدوه في مادة تطبيقات الحاسب في مجال الاعمال 2. طبعا الوورد الاوفيس بيختلف، اوفيس 2010، اوفيس 2016، اوفيس 2013 بيختلف. احنا غالبا هيبقى شغالين على الاوفيس 2010 على اساس ان هو موجود عند معظم الناس. برنامج الوورد بقى ده ايه اهميته؟ بنقول ان هو برنامج بيستخدم في الاعمال المكتبية مثل كتابة المستندات والرسائل والابحاث والكتب، واجراء كل عمليات التنسيق على المستند من حيث حجم الخط، نوعه، عمليات النسخ واللصق، تنسيق الهوامش، المسافات في بداية كل فقرة، وتهيئة المستند واعداده للطباعة. وده طبعا بيبقى ميزة كبيرة جدا. زمان لو كان حد يعرف كان بنشتغل بالآلة الكاتبة، فطبعا كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا انك تشتغل على الآلة الكاتبة، لو في أي خطأ أو حاجة بتضطر تعيد الشغل كله من أول وجديد. لكن الوورد هنا بيدينا الميزة دي، إن احنا نقدر نعدل براحتنا ونحذف ونضيف ونعدل في الخط ونعدل في اللون ونعمل تظليل و إلى آخره. إيه المميزات بقى بتاعت الوورد؟ أول ميزة عندنا إن احنا نقدر نغير نوع الخط وحجمه ولونه في الورقة الواحدة. يعني أقدر في الورقة الواحدة أكتب بأكتر من خط، بأكتر من حجم، وبأكتر من لون. نقدر كمان أي مستند وورد نضيف عليه صورة أو شكل أو رسم بياني أو تعليق، أو نعمل الهايبر لينك اللي هو نوصله على أي موقع على الإنترنت. بيبقى الكلمة كده لو دوسنا عليها وقفنا عليها بتوديني الموقع على الإنترنت، أو ممكن توديني للميل. ممكن كمان نحط جداول ونعدل في المساحات بتاعتها، ونكتب افقي ونكتب رأسي. نقدر في المستند الواحد لو عندي كلمة في مكان معين اقدر اخدها واحطها في مكان تاني، او اخد نسخة منها واضيفها في مكان تاني، او من مستند لمستند اخر. اقدر في المستند الواحد اعمل الوقت والتاريخ، اعمل له اضافة، وبحيث كل ما افتح المستند الاقي ابديت للوقت والتاريخ، بحيث يديني الوقت والتاريخ الحالي. كمان نقدر بعد ما نكتب المستند نعمل له فريم او اطار، او نقدر ناخد فقرة معينة من المستند ده نعمل لها الفريم بتاعها. نقدر بعد ما نعمل المستند نعمل له علامات مائية، الووتر مارك، نقدر نعملها بالعرض او بالدايجونال بزاوية كده. ودي بتبقى ميزة، يعني بحاول احتفظ باهمية المستندات بتاعتي، او ان المستندات دي اكتب عليها لوجو كده معين. اقدر كمان لما باجي اكتب بيعمل لي الوورد تصحيح لو الكلمة فيها خطأ، بيديني اشارة كده، بيحط لي تحتيها خط ان هنا في خطأ لغوي او خطأ نحوي، وبيديني اقتراحات ان انا اقدر اعدل هذا الخطأ. السؤال الثاني: ما هي الطرق المختلفة لفتح ملف الوورد؟ يعني لما اجي اشتغل وورد دلوقتي اقدر افتح ملف الوورد ازاي؟ نقدر نفتح ملف الوورد ده باكتر من طريقة. يعني عندي فيه ثلاث طرق مختلفة لفتح ملف الوورد. الطريقة الأولى إن أنا أقدر أفتح من قائمة ستارت أو منيو. بفتح قائمة ستارت من أسفل تحت خالص على الشمال، بختار منها All Programs، ثم بختار المايكروسوفت أوفيس، ومن المايكروسوفت أوفيس بنختار المايكروسوفت وورد. دي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية اللي هي الأسهل: لما أفتح قائمة ستارت ممكن الاقي في خلال القايمة نفسها زي ما حضراتكم شايفين، في
في المايكروسوفت وورد موجود اهو فوق، لو انا كنت فاتحه حديثا بلاقيه موجود على طول، ادوس عليه يفتح معايا الوورد مباشرة. الطريقة التالتة، لو ضغطت كليك يمين للماوس في اي مكان فارغ على الديسكتوب هيظهر لي قائمة اختار منها نيو، وبعدين اختار مايكروسوفت وورد من القائمة الفرعية. لو حبينا بعد كده نشوف السؤال اللي بعد كده، دايما في شاشة الوورد يا جماعة بيبقى عندي فوق في شاشة الوورد عندي زي شريط الأدوات، بنسميه شريط الأدوات أو شريط الأوامر. إزاي نقدر نتحكم في الشريط دوت اللي هو بيبقى فيه القوائم نفسها وكل قائمة فيها الأوامر بتاعتها؟ الشريط ده ممكن أتحكم فيه إن أنا أسيبه ظاهر على طول معايا طول الوقت، أو ممكن أعمل له عملية إخفاء. طب إزاي أقدر أتحكم فيه أو أعمل له عملية الإخفاء؟ بنضغط على ريبون اللي هو السهم اللي قدامكم، الشكل اللي قدامكم ده، ده بنسميه الريبون، هتلاقوه فوق على اليمين، فوق خالص على اليمين في شريط العنوان كده، هدوس عليه هيظهر لي قائمة اختار منها شو تيبس، فهيظهر لي القوائم بس، يعني هيظهر لي القوائم بس، الهوم، الفايل، الانسيرت فقط. طيب لو انا ضغطت على اي قائمة من القوائم دي هتظهر لي الاوامر بتاعتها. طيب يبقى خلي بالك انت دلوقتي لو دوست شو تيبس فقط هيديك الاوامر فقط، بدون هيديك القوائم الرئيسية بدون الاوامر بتاعتها. طب لو انا عايز القوائم تظهر هي والاوامر مع بعض بختار شو تيبس اند كوماندز، ان هو يجيب لي الاوامر القوائم والاوامر بتاعتها، وده طبعا الافضل بحيث يبقى انت وانت شغال دايما قدامك القوائم كامله وكل قائمه تحتيها ايه الاوامر الفرعيه بتاعتها اللي نقدر نستفيد منها اثناء الشغل. بالنسبه للسؤال الرابع، نقول يحتوي شريط القوائم في برنامج الوورد على 9 قوائم رئيسية. عايزين نتكلم عن 3 قوائم اللي هم قائمة فايل وقائمة هوم وقائمة انسيرت. عايزين نقول كل قائمة من دول ايه الوظائف بتاعتها او ايه الحاجات المهمة اللي نقدر نستفيد منها اثناء الشغل بتاعنا. فتعالوا كده مع بعض نشوف القائمة الاولى اللي هي قائمة فايل. دي بتحتوي على مجموعة من الاوامر الخاصة بالتحكم في المستند نفسه او في الفايلات. بمعنى لو انا عايز افتح انا دلوقتي فايل وعايز افتح فايل جديد خالص، فبختار قائمه او امر نيو. طب افرض انا عايز افتح ملف جديد، ملف موجود بالفعل قديم عندي، فبختار اوبن واحدد له اسم الملف اللي انا عايز افتحه. بعد ما اخلص الشغل بتاعي عايز احفظ الملف بختار سيف. بعد كده قبل ما لو كنت عايز اطبع الملف قبل ما اقفل او اخرج بختار برنت. في الاخر خالص بختار قائمه او امر كلوز، ده بيقفل لي الفايل اللي انا شغال فيه بدون ما يقفل برنامج الوورد نفسه، يعني بيقفل لي الفايل بدون ما يقفل برنامج الوورد. طيب القائمه الثانيه قائمه هوم، ودي القائمه اللي بستفيد منها دايما في معظم الشغل بتاعي اثناء الكتابه في التحكم في الكتابه نفسها في الخط، يعني تنسيق الخط نفسه، الفونت ازاي نختار نوع الخط او حجمه او اللون، تنسيق الفقرات نفسها الباراجراف، ازاي نعمل المسافه البادئه، ازاي ننسق الهوامش، ازاي نسيب المسافات اللي بين السطور او الفقرات. لو عندي كلمه معينه عايز ابحث عنها بختار امر فايند. طب لو عايز استبدلها بكلمه اخرى بختار ريبليس. لو عايز اعمل كلمه عايز اشيلها من المكان دوت بختار كات، او ممكن اختار كوبي، وعايز احطها في مكان تاني اللي هو اللصق بختار بيست. القائمه اللي بعد كده اللي هي قائمه انسيرت، دي من القوائم المهمه جدا، دي اللي بتمكنني من ان انا اضيف اي حاجه على المستند اللي انا شغال عليه. فهي انسيرت يعني بنعمل ادراج او بنضيف حاجه جديده، ممكن نضيف جداول تيبل او اشكال شيبس، او نشتغل على الهيدر والفوتر اللي هو راس الصفحه نكتب فيه اي حاجه عنوان او حاجه، والفوتر برضو لو ممكن نكتب فيه اي حاجه، او نحط فيه البيج نمبرز ارقام الصفحات، ممكن نختار في النص او يمين او شمال، او نختار الشكل نفسه بتاع الترقيم هيبقى عامل ازاي. طب لو عايز اضيف على المستند بتاعي معادله رياضيه بختار الايكويجن، وبيفتح لي قائمه كبيره بقى فيها انواع المعادلات المختلفه اللي اقدر استفيد بيها. في الاخر لو عايز اضيف بعض الرموز الى المستند بتاعي فبختار من قائمه السيمبل. وبكده نكون انتهينا من المحاضره الاولى، ارجو ان تكون المحاضره شيقه ومفيده. شكرا لحضراتكم جميعا.